إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. هنا الإخوان متواجدين في ضيعة إخوان العمراني، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فحول سلالة تيغبيت أنوك 2024، يوم الانتقاء والوزن الإخوان بتاريخ 2/3/2024. خليكم الإخوان مع تتمة الفيديو، إن شاء الله شوفوا معنا المراحل اللي تدوس فيها الخروفة والمراحل اللي تدوس فيها الخروف. الناس تتفرج فينا أول مرة متنساش تفاعل معنا في القناة، تحياتي جميع المتتبعين والإخوان داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. وفي آخر الفيديو الإخوان غادي ناخدو صورة جماعية مع الفحول الممتازة. هنيئا لك الساب العمراني بالعيد لحصوله على 12 فحل من درجة ممتاز. تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. فرومي ترومي حسن ما كان يبقى علينا نفرجو هاي تبارك الله عليكم، نايس خط نشوف الإخوان. ها
واحد من الاباء ديال هاد الخرافات هادو. تبارك الله. تمام بخير لاباس. جوتي الفحول لحد الآن من درجة ممتاز. شتو ديري
انت دابا قلت بانهم كاينين ديال الجبن حتى شفتي الجبنه كان ديك فيها محمد دوز ملي دوز ملي محمد تبارك الله ما شاء الله نقطع حاسمة 12 تحت 80 درجات ممتاز تبارك الله ما شاء الله حاضر انا خالد انا وسعيد وسعيد كانت مليحة خالد سعيد ها ديالي ها ها سير يلاه شي هنا خالد نصور شي تصوير بالتليفون كنت عارف صافي صافي نصور الحسن النجم او سي كلشي حاضر يلاه صورنا هذاك النجم باش غادي تصيفطوا لي كلشي حاضر معنا صورناك تبارك الله عليكم سير عمر مع سير جر هنا الاخوان بعد ما تم الاعلان على 12 فتح من درجات سوبر ان شاء الله الان غادي توقع بيع وشراء الله يسخر الجميع تحياتي للجامع وتحياتي للناس الجمعية جميع الأطر اللي حاضرة معنا هنا الناس اللي تضامنوا مع الجامع وتحياتي للجامع نص الفحل من درجات سوبر بالنسبه لي برومي اخوان مازال ما حاسبينش نشوفوا شحال الكريم امس اس امس يوسف أصلح تلقى نقو برك عندك 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 هاي
هنا الاخوان في هذه اللحظات هذا فيها البيع والشراء، الناس كلها بالنسبه لهذو اللي مرشومين كل كساب تيعزل شي واحد. سير مرحبا تبارك الله عليكم مرحبا. هنا الاخوان بالنسبه لهاد الفحول هادو راه نداهم الدراري يسرجيهم، هذيك هي ما غاديش تتباعها هذوك هما باش غادي يخدموا. بالنسبه للفحول اللي غتبقى هنا ديك الساعه غادي تبقى على حساب البيع. هاد الفحول هادي الاخوان راه ما غاديش تتباع، هادي باش غادي يخدموا. تبارك الله هنا تتشافوا معنا هذا برومي ولكن غادي يخدموا به. هذه هي الفحول غادي يخدموا بها هما العام الجاي ان شاء الله. كما قلنا لكم الاخوان البيع والشراء ان شاء الله مازال حاضر هنا. مهم الإخوان وصلنا لنهاية الفيديو، تبارك الله وتحياتي للجميع. يلا أرى تحياتي للجميع والله ميسر. Thank you.